أما الآن باتجاه الشلال اللي فوق. هيا نواف. مرحبا. على الشلال ها؟ على الشلال. شكلك تبغى تروش هناك. يا أخي شوف مستحيل إني أجي هنا. ما خش. برد يا أخي. أنا أجواء على مستوى. ما علينا شوف. تعوضها بذيك السليج. كيف بارد؟ بدك تكعكع من ذا الحين. تعال شوف المنظر مين يا لاحي. أجيك. طريق يعني هذا مسبح اللي يبغى يسبح هنا. قصدك تسوقها علي يا نواف ها؟ تسوقها علي عشان ما اعرف الطريق الثاني. قصدك اني ما اعرف الطريق الثاني ها؟ لا اعرفها اعرفها. وصلنا إلى شلال الكهف. هذا يبي استشعار ويبي هذه يعني اعظم عباده انك تفكر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني الصخر هذا لو تجيب العالم كله يجلسه كذا ما جلس. الشلال هذا الحجاره يعني هذا الانسان هذه عبادته لازم الانسان يتفكرها مخلوقات الله الله سبحانه وتعالى. هذه اعظم العبادات من اعظم العبادات.